ازيكم يا رب تكونوا كلكم بألف خير. فيديو النهارده ميك اب ورغي. ميك اب هنجرب منتج جديد المفروض انه اجدد حاجه نازله من ميبيلين، المفروض اشتريته من نون. ورغي النهارده يا اصدقاء على انواع من الناس انا عن نفسي كمها ما بحبش اعرفهم. هقول لك ايه هما، يمكن انت كمان تحبي ان انت ما تعرفيهمش تاني ونرتاح كلنا. لايك للفيديو قبل ما نبتدي. انا حطيت الكاميرا بعيد عن البتاع علشان اخبط براحتي. لايك قبل ما نبتدي، سبسكرايب لو مش عامله سبسكرايب. كان ايه تاني بقوله؟ وروحي تابعيني على الانستجرام. يلا بينا على، كنت اقول لك يلا بينا على الانستجرام، يلا بينا نبدا الفيديو. هما الحاجتين الجداد اللي انا هجربهم معاكم النهارده المنتج بتاع ميبيلين، وده اللي عامله الفيديو عشانه. يعني ده المفروض ان هو 4 in 1. 4 in 1 ايه بقى؟ بيقوم باربع وظايف: برايمر، باودر، كونسيلر، بيبي كريم. اربعهم خلاص، احنا خلصنا الاربعه. وان هو مات، مات يعني بنقول دايما الحاجه المات بتكون تنفع للبشره الدهنيه اكتر، عشان المات دي بتكون خاليه من الزيوت، عشان البشره الجافه بيبقى معاها صعب شويه. الدرجه اللي انا جبتها، هو انا جبت الدرجه كده ما كانش فيه غير درجتين، درجه فاتحه قوي ودرجه لايت ميديوم، فانا جبت اللايت ميديوم. اتمنى ان هي تطلع، ان هو هحطه وانزل، مش هحط اي حاجه تانية عليهم، ولا هثبت ولا هحط اي حاجه. هنجرب نشوف. انا يعني هعمل ميك اب خفيف جدا علشان انزل بيه، فما قلتش اهو هعمل ميك اب وبتاع، عشان كل ما بعمل كده اللوك بيخرب كله. ده شكله، سعره كام؟ 220 تقريبا. استنى اقول لكم السعر. انا جبته زي ما بقول لكم من على موقع نون، وجبته سولد باي نون عشان اتاكد ان هو اوريجينال. 234، دخلت كود خصم كده فاخدته ب 215 وشحن فري. هستخدم المرطب بتاع ميك اب فور ايفر ونرغي بقى، نرغي واحنا بنعمل. انواع من الناس انا الحقيقه، بصي هو معروف عن برج العذراء ان هو يا ابيض يا اسود، فما مالوش ان هو يعني يا بحبك وعايزاكي يا مش عايزاكي وامشي. مالوش في حته ان هو ايه يجامل ويفضل بيتعامل معاكي هو مش طايقك من جواه، ما بيعرفش يعمل ده. فدي الحمد لله حاجه كويسه. اول نوعيه من الناس دول يعني انا حرفيا شكرا بتقفل منهم جدا وخلاص. اللي بينافقوا، اللي هو ايه، بتبقى قاعده معايا بتتكلم عن حد مثلا وبتاع، مش هقول لك كلنا بننم عادي، ربنا يتوب علينا كلنا بننم تمام. فبتتكلم عن حد اقول اه مثلا هي مش بتحبها، او مثلا في موقف بينها او كده، وبعدين الاقيهم مثلا على الفيسبوك بيكتبوا لبعض كومنتس كده: حبيبتي روحي وحشتيني. طب مثلا كنت واخده عنها فكره وحشه وتقابلتوا وحبيتوا بعض وبتاع، لا الاقيها بتعمل كده وبتعمل كده، ترجع تعمل كده، تتكلم عنها وتحب فيها. فاول ما بلاقي بصراحه الحركه دي من اي حد انا يعني لا، انت زي ما انت قعدتي قدامي وبكل ثقه اتكلمتي عن حد، فاكيد اكيد بتتكلمي عني مع حد. فالنوعيه دي بتقفل منها خالص وببعد. بصوا انا في عيب ان انا يعني مش بعاتب او الكلام ده، اصلي هعاتب ايه؟ هقول لك انت منافقه. انا بقفل وببعد. فبالنسبه لناس كتير انا هي بتعمل كده ليه؟ هي فجاه كانت قريبه وفجاه بعدت ليه؟ انا ما بعرفش. فدول دي نوعية الحياة ما بحبش اتعامل معاها خالص. اسوأ حاجة في الدنيا ان انت تتعاملي مع حد منافق يبقى بميت وش. اوكي، قررت ان انا ارسم حاجة بالاول. هستخدم القلم بتاع بنفيت. انا حرفيا ما بقتش استخدم الجل ولا الباودر ولا اي حاجة الاقلام، بقيت استسهلها جدا وحس ان هي بترسم الحاجة بشكل حلو. صوتي كده ليه؟ ده مش عارف مش عارفه ليه. تاني نوع بقى من الناس ما بحبش الحقيقه اتعامل معاهم، الناس اللي بتدي طاقه سلبيه. هم مش وحشين يعني، هم بعيد عن المنافقين خالص، هم مش وحشين، بس هم ممكن يخلوكي تقفلي معاهم من هنا، تبقي عايزه تنتحري من هنا. تلاقي الحياه كده يعني، حبه حلو وحبه وحش. كلنا عندنا حبه حلو وحبه وحش. مثلا انتوا صحاب مقربين اللي هو انتوا كل يوم بتتكلموا فبتفضفضوا بالحلو والوحش. لا ده هي انتوا مثلا ما بتتكلموش بقالكم فتره، اول ما ترفعي عليها سماعه التليفون قالوا ازيك تعبانه والدنيا والعيال ومش عارفه وزهقت وقرفت وحياتي، فانت بتقفلي من هنا وتعملي كده خلاص كرهت الدنيا خلاص. فانا النوعيه دي بصراحه بحاول على قد ما اقدر ان انا فاهمه اقلل بيني وبينها الكلام، لان يعني ليه تديني طاقه سلبيه كده؟ ليه عايزه تديني الطاقه دي في المقابل؟ قولي لي الحلو اللي في حياتك، يعني قولي لي اه ده انا كذا وكذا بس عندي كذا ومبسوطه حصل كذا وبتاع. فاهمه قصدي؟ الناس دي مش وحشين، بس بحس ان هم بيصعبوا علينا الحياه، بيدوكي طاقه سلبيه بتقفلي معاهم من هنا، بتحسي ان انت الحياه اتخنقتي، عايزه جهاز تنفس، في حاجه غلط بتحصل. فدول مش بقطع علاقتي بيهم، بس بحاول على قد ما اقدر ان فاهمه العلاقه تبقى سطحيه، مش ناقصه، مش ناقصه. الواحد فيهم مكفيه، الواحد بيبقى عنده هموم قد كده وبيطلع يضحك في وش الناس وخلاص بيهون الدنيا عليه وبيهونها على اللي قدامه. هرسم حواجبي، صرح كده كده. ده درجه 4. دايما وانا برسم حواجبي بخلي ايدي خفيفه جدا عشان شكل الحاجب ما يطلعش تقيل، خاصه لو نازله بميك اب يومي اللي هو حاجه بسيطه ورايقه كده، فما ينفعش تبقى الحواجب لوحدها مفزعه، اللي هو اخلي فيه حواجب بس مش حواجب.
دي. نوعية تانية من الناس ما بحبش اخليهم صحابي او اخليهم في حياتي، اللي هم طول القعدة ما بيلاقوش حاجة يتكلموا فيها غير ان هم يتكلموا على حد، يمسكوا سيرة حد يسلخوا، اللي هو اوكي كلنا برضو يعني هرجع اقول لك ان كلنا بنلم وربنا يتوب علينا عشان ما بحسسكيش ان انا ملاك يعني، بس ما تبقاش القعدة كلها فاهمة يعني. انا بحب القعدة او الخروجة بيني وبين صحابي ان احنا خارجين نتبسط نتفسح ناكل، ده اهم حاجة طبعا. الخروجة ايه غير اكل؟ ناكل ونشرب نقعد نهزر نحكي لبعض مواقف، هنفضفض والكلام ده كله، بس ما تبقاش القعدة كلها ان احنا قاعدين بنجيب في سيرة حد. القعدة دي بكرهها بصراحة، ما بحبهاش. لو عايزة اقول لهم خلاص كفاية يعني، انا حرفيا قطعت علاقتي بناس كتير بسبب الموضوع ده، اللي هو كل ما نتقابل ونخرج فلانة دي كذا وفلانة هي فلانة شغلاكي ليه فاهمة؟ فبحس ان ايه يا جماعة، واحنا جايين الحياة دي عشان نشغل دماغنا ببعض؟ ما انبسط كده. فدي برضو من الناس اللي انا ما بحبهمش. على فكرة هتلاقوا الناس القريبة مني او اللي انا على طول معاهم هتلاقوهم نفس دماغي، اللي هما ما بيحبوش يرغوا كتير، ما بيحبوش يجيبوا سيرة حد، ما بيحبوش الحوارات واللك، فما بيحبوا ان هما ايه الخروج احنا خارجين ننبسط ونرجع. هقوم بس ايه كده عشان ادي افكت الشعر، شعره 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 شعره، لا في ان في شعر من هنا عشان ما تبقاش حاجه بصلاة. خلصت حوجي، يلا بنجرب الفاونديشن عشان عماله اجله واجله، خايفه اتصدم. منظرش محترمين الآن. تقيل، بس ما تقول ان هو موس فاونديشن. ايه ده تقيل قوي. طب دي بقى كده احنا نعمل نص ونسيب نص عشان نشوف ايه الفرق. ده بيبقى للبشرة الدهنية قوي يعني، انا ما بحبوش لبشرتي خالص، بشرتي مش دهنية كده. عندي بقعة هنا ما اعرفش باينه لكم ولا لا، شايفينها؟ مش عارفه ده ايه، بقعة كده هنا دي بقالها كتير قوي. هي الدرجة اوكي حلوة، دايما ننسى من خرم مش معتبرة في وشي تقريبا. انا ناسيه ان هما كاتبين كونسيلر يعني احطه تحت عيني، يعني مستقيلاه قوي. الحق اعمل ازاي؟ ايه ده؟ يعني حاولت امسح كده عشان ايه يتفرد. هو اتمسح مبدئيا من تحت عيني، اتشال اصلا نصه اتشال من تحت عيني. اوكي اهو ده النص اللي حطينا فيه وده النص اللي ما حطيناش فيه. بصوا على الوش لطيف يعني مش وحش، تحت العين لا، تحت العين فرول كده وبشع، فعلى بقيه الوش لطيف يعني كويس. اعتقد مع بشره دهنيه هيبقى حلو. اكمل النص التاني، نجرب كده ايه افرده بفرشه ببحر. بصوا هي الاسبونج اللي انا بحط بيها منديه، هو انا ما بستخدمش موس فاونديشن خالص. مش عارفه البنات اللي بشرتهم دهنيه هل في طريقه معينه بتحطوه بيها علشان يبقى شكله حلو؟ لان انا حطيته وهو اوكي تمام في وشي، بس عند قرطي ومن عند مناخيري اتمسح يعني، وانا بعمل بالاسبونج بيتمسح. جربت ان انا احط بالاسبونج ناشفه لقيته كيكي جدا، مكتل، فمش عارفه ليه عمال يتمسح من قرطي ومن مناخيري. مش مناخيري ولا كاني حاطط عليها حاجه اتمسح، غريب جدا. انك حقا غريب. قال لك يا حبيبي مناخيري مش عاجباك ولا ايه؟ تقيل قوي لو بفرشة. نجرب. يعني اتحط، بس عارفين بقى اللي هو ايه؟ هيعمل شكل كيكي كده، هيبقى تقيل. تمام هنحطه ونكمل بقية الميك اب ونرش فيكس كده سبراي ونشوف شكله هيبقى على البشرة عامل ازاي. هستخدم الكونسيلر بتاع ميبيلين ايدج رايند. نوعية تانية من الناس اللي ما بحبش اتعامل معاها النوعية اللي بتلف وتدور. بصي انا بحب ابقى كده فاهمة، تعالي لي كده، تعالي اسأليني على حاجة عايزة اقولها لك اقولها لك، او هقول لك لا مش عايزة اقول لك. انما ما بتقعديش تدحلبي وتلفي وتدوري عشان تعرفي حاجة معينة، النوعية دي ما بحبهاش تماما. خليكي ليه ما تبقيش واضحة؟ هل هعلق لك مشنقة؟ ليه بنحب نلف وندور ونحور؟ انا النوعية دي برضو غير مريحة بالنسبة لي. بصي انا ما بعرفش اتعامل مع نوعية اللي هو اتعامل وابقى واخدة حذري فاهمة؟ يتعامل معاكي بشخصيتي وبطبيعتي يا ما اتعاملش خالص. هثبت تحت عيني بالباودر بتاعي كفر فيكس درجة ان 35. نوعية كمان من الناس اللي مش بحب اتعامل معاها، طبعا انت بعد النوعيات اللي انا بقولها دي كلها هتلاقي ان خلاص مفيش حد فاضل اصلا. ما بحبش الناس اللي بتلوم كتير، اول ما تكلمها تقول لك لسه فاكره تسالي ومش عارفه، ما بحبش كده خالص. انت سالتي يعني انا ما سالتش؟ طب ما انت ما سالتيش، اللي هو انت مسؤوله في حياتك وانا مسؤوله في حياتي، فليه ما تبقاش العلاقه بسيطه ومريحه اللي هو نكلم بعض حتى لو بقالنا فتره كبيره، ما بيبقاش بقى في الكلمه اللي هو ما تساليش لسه فاكره لسه مش عارفه ايه، لا نتكلم كاننا ما قطعناش مع بعض خالص. انا بحب العلاقه البسيطه المريحه الجميله دي. اعتقد ان انا عمري ما قلتها لحد اللي هو ما بتساليش لسه فاكره تسالي، لان انا برده ما بسالش. استخدم الكونتور من ميسيلين، كنت عامله لكم فيديو توتوريال كامل بكل حاجه ميسيلين. ده شكله ده الخفيف. بصوا الحبايج ما بحبش اتعامل مع الناس الوصوليه اللي هي بتبقى لازقه لك لهدف ما، او بتبقى معاكي طول ما انت فوق وظاهره، واول ما
تختفي من حياتك. مش الناس دي ابدا، بحب الناس الجدعه، بحب الناس اللي تبقى معاكي علشان حباكي، مش معاكي عشان مصلحه او عشان عايزه توصل لحاجه معينه. وانا بصراحه بحب ان انا يعني اللي حواليا اشوفهم ناجحين ومبسوطين، مش من النوع مثلا ممكن اغير او كده. فلما بلاقي حد حواليا مصاحبني عشان مصلحه ما، يعني برخم وببديش المصلحه دي. هستخدم بلاشر من تارت درجه كده تحسيها نود كده، ممكن باب نفس البلاشر او احط ايه فوق عيني، مش عايزه احط حاجه اوفر، عايزه احط حاجه بسيطه جدا دماغه فوق عيني كلها، وهاجيب نفس اللي انا حطيته ككونتور وهعمل تحت عيني. بعد كده هستخدم الهايلايتر من ميسلين. في نوعيه بقى تانية من الناس برضو مش هتعامل معاها، مش بقولك قطعت علاقتي بكل الناس. نوعية اللي بتبقى شايفة نفسها نمبر 1، اللي بتبقى شايفة دايما ان الناس كلها متآمرة عليها، ان الناس كلها بتحسدها، ان الناس كلها حطها في دماغها وهي مفيش حد شاغل باله بيها، فاهمة؟ هي اللي قاعدة في نظرية المؤامرة وهي عادي عادي. فالناس دي بحس انه اركني، مش عايزه اتعامل. برضو لما بلاقي النوعيه دي قدامي ما بحس ان انا مش مرتاحه، هو لا مش حابه اتعامل معاكي. حاسه ان الهايلايتر كتر مني فهزود ايه بلاشر كده عشان ادريه. انا بحب اتعامل مع الناس البسيطه السهله الجميله المريحه اللي عايشه الحياه كده، فاهمه؟ اللي عايشه الحياه وعارفه ان كله رايح، انما اللي العقد والكلاكيع والمؤامره احنا دماغنا وجعانه يابا. بعد كده عايزه اعمل سحبه ايه ايلاينر كده مموه، فهمسك كحل، ده الكحل بتاع كيكو، واقوم عامله خط كده كاني هرسم ايلاينر اهو. بجيب فرشه رفيعه واقوم سحباها كده، سحباها على جوه، وافضل بقى ادمج لحد ما يديني الشكل اللي انا عايزاه. في ايه يا حاجه مالك؟ بيلا طلعت كل ده قاعده بتنده علشان افتح لها باب اوضه مقفول، هي عايزه تخش تقعد، كيفها كده. زي ما انتوا شفتوا كده تقلت بس بالبني في الجزء الاخير ورسمت من تحت عيني. دلوقتي بقى تعالوا نجرب هذه الماسكارا من لوريال، اسمها اير فوليوم. ده شكل الفرشه، نوعيه نوعيه من الناس بس دي سيئه قوي، الخاينين للامانه. بلاقي كده في خناقات بين البنات لما تحصل خناقه، زي انا نسيتها النوعيه دي، تحصل خناقه تلاقي واحده طلعت فويس مثلا، كانوا متكلمين مع بعض بقى اصحاب بقى عمالين ينموا على الناس بقى ويتكلموا، تقوم مطلعه اسرارها والفويسات بتاعتها والشات بتاعها للطرف اللي هي كانت بتتكلم عليه عشان يعمل لها مشاكل. علاقه انتهت بيني وبين صاحبتي، كل اللي بينا اتدفن مات خلاص، هي شخصيا بالنسبه لي خلاص خلصت موضوعه وانتهى خلاص، يا ربنا يحفظنا منهم. اللي هو انت كل بقى اسرارك طلعت بره، وكل اللي قلتيه طلع بره، وكل حاجه طلعت بره، وفضايح بقى، فضايح بالعبيط. عشان كده دايما اقول لكم ما تخلوش اسراركم كلها مع حد، يعني خلوا السر اللي هو لو اتعرف عادي، بس السر اللي لو اتعرف فيه اذيه ليكي بينك وبين نفسك، عايزه تقعدي تحكي فيه في باب الاوضه واقعدي ارغي مع نفسك، تشاوري انت ونفسك كده في الموضوع واقعدوا حلوا المشكله مع بعض. انما ان انت تحكي لحد ويجي في يوم الحد ده يطلع سرك بره، بلاش. لو افتكرت انواع تانية بقولها لكم على الانستجرام، روحوا بقى اعملوا فولو على الانستجرام. لا بصوا لزقتها، لا 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 ما بحبش الماسكات اللي بتلزق. بصوا بعد ما قعدت حبه حلوين، هو في عندي مشكلتين معاها، نشفتش بسرعه، هي قعدت وقت طويل قبل ما نشفت، ليه ما اعرفش. تاني مشكله زي ما انتم شايفين ان الحركه اللي انتم عارفين ان انا بكرهها، لزقتهم في بعض، فالحركه دي ما خالص ما بحبهاش، ده بالنسبه لي. بعد كده نحط بقى الروج، انا عايزه احط ماسكارا تانية او افك الروج. بمناسبه الماسكارات بتاعت شي ان، في منهم 2 ووتر بروف، فهي مش مكتوبه على البتاع، مكتوبه على شي ان نفسه. في 2 منهم ووتر بروف وواحده كانت مش ووتر بروف. لما تيجوا تجيبوا ماسكارا ما تجيبوش ووتر بروف، لان هي ما بتطلعش من الرموش بسهوله، هتلاقيها طلعت برمشك، فبلاش ووتر بروف. قلت كده ووتر بروف كتير. اما الان تعالوا نحط الروج. في 3 الوان روج كده، عايزه اختار واحد منهم. دول من شي جلام والفريش بتاعهم مات. ده عندنا لا مش محبي انا درجه الاحمر المقرنجه دي، ده لطيف حلو ده، وده بني قوي وموضوع مش عايز بني قوي، نحط الدرجه دي. عشان ارسم الشفايف بقوم قلبه الروج كده ورسمه بالطرف بتاعه. درجه الروج اللي حطيتها اسمها لاف لانجوج، وده شكل اللوك النهائي. اما بقى بالنسبه لعلاقاتنا مع الناس، فاحنا كده بكل اللي انا قلته النهارده ده، لو انتوا زيي فهتقطعوا علاقاتكم مع ثلاث ارباع الناس، هيفضل لكم حبه نونو قد كده وبس. قولوا لي ايه النوعيات من الناس اللي انتوا بقى ما بتحبوش تتعاملوا معاها او بتكرهوا التعامل معاها وبتتجنبوها. بالنسبه بقى للفاونديشن، لا لطيف، يعني مش اللي هو لما كملت الميك اب وكده شكله بقى لطيف. اي نعم انا ما بحبش الموس فاونديشن او الفاونديشن التقيل، لو انت بشرتك دهنيه اعتقد هيبقى حلو معاها، لطيف الفينش بتاعه حلو. وبعدين هو مش فاونديشن، هو بيبي كريم، فخفيف مش تقيل زي الفاونديشن. تعالى اوريك شكله في الشمس هيبقى عامل ازاي. يلا بينا.
اهو بصوا تهيألي كده يبقى الرؤيه واضحه لكم اكتر، ان انا لما احب اوريكم حاجه اوريها لكم في اضاءه الشمس. لا لطيف لطيف على البشره، بس شكله حلو طبعا مش تحت العين لان تحت العين فرول، لكن على بقيه الوش حلو يعني. لما سبته فتره كده وهدي على بشرتي وكملت بقيه الميك اب لا شكله لطيف اهو. بس زي ما قلت لكم لان انا بشرتي عاديه مش دهنيه فمش محتاجه ان انا استخدم موس فاونديشن او فاونديشن زي ده، بس انت لو بشرتك دهنيه جربيه ممكن يعجبك. لو حابين ان اي فاونديشن اجربه او اي ميك اب اجربه لكم ان انا اجي اصور لكم كده قدام الشباك علشان تشوفوا في الاضاءه الطبيعيه